大家好，新年快乐！来苏的新，الناس هناك حابين ان هم يساعدوكي. نحضر المحاضرات العالمية. لها تاريخ عظيم جدا من زمان عسكريا وثقافيا. الصين اعتقد من اجمل البلاد. لها تجربة رائدة في التقدم الصناعي. اكلاتهم اكيد كتير جميلة. ما حدش يروح بكير غير لما يدوق من بطل. هناك الدنيا منظمة جدا. اتمنى طبعا زيارة الصين تاني وتالت ورابع. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيدكم. شنيزي كويلا. أنا نفسي أتعلم الكونغ فو وأروح الصين.